Hmm. في سؤال امتحان hmm. يا إيمان نعم يا أستاذة ماذا تفعل؟ hmm. أحاول الإجابة في هذا السؤال ولكن أنه صعب أنا لا أفهم أن العدد المعدود في اللغة العربية يا أستاذة آه. سمعت بأن هناك الحلقة mm -hmm. في دي, دي تي في آه. عن هذا الموضوع ما رأيك لو نتابعها معا؟ oh, فكرة جيدة هيا معا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal mu'allimin. Wa syukran aydan li idha'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hadha bernamish al-logatul uh, Arabiya. Kaifahalukum jami'an? Atamanalakum lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal al alamin. Ada bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini kita akan mempelajari apa dia? Logatul Arabiya. Wa mana fi studio hari ini kita bersama uh, dengan Ustaz استاذه الزاويه بنتي عبد الله كيف حالك يا استاذه الحمد لله آه. انا بخير وكيف حالك ايمن الحمد لله يا استاذه ما الموضوع الذي سندرسه اليوم يا استاذه ان شاء الله في هذا اليوم سوف ندرس عن العدد والمعدود في اللغه عدد؟ العربيه ما شاء الله شكرا جزيلا يا استاذه أفهم. ممكن نبدا هذه الحلقه تفضل يا استاذه شكرا لك يا ايمن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أبناء التلاميذ وبنات التلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم كيف حالكم جميعا أرجو أنكم في تمام الصحة وعافية وأرجو أيضا أنكم مستعدون لمتابعة هذه الحلقة لكي ندرس موضوعا عن الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشرة ومعدودها طيب أه... فكما رأينا قبيل قليل بأن أيمن أه... فهو قد واجه الصعوبة في إجابة السؤال عن العدد والمعدود فما هو السبب أو لماذا يحدث هذه المشكلة؟ أه؟ فإذا لاحظتم عن اللغة العربية فنحن عندنا مثلا رقم أو عدد خمسة عشر وعندنا أيضا عدد خمسة عشرة فما الفرق بين هذين العدد, العدد العددين أو هذا هذين الرقمين متى نستخدم خمسة عشرة ومتى نستخدم خمسة خمسة عشرة فهذا ما نريد أن نتعلمه في هذه الحلقة عن العدد والمعدود إن شاء الله تعالى طيب وقبل أن نبدأ بدرسنا هيا معا ننظر إلى معيار التعلم المركز في هذا أو في هذه الحلقة فنحن هنا نركز إلى أولا قراءة الجمل المشتملة على الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر وإظهار الفهم لها وكذلك نركز إلى كتابة الجمل المشتملة على الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر ومعدودها طيب ثم من هذين المعيارين آه, سنركز على معايير النجاح كما يلي طيب اولا آه, أيها, ايها التلاميذ نريد منكم آه, معرفة العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر معرفة تامة طيب وثانيا آه, نريد منكم أيها, أيها التلاميذ طيب آه, فهم القواعد الصحيحة لكتابة هذه الأعداد ثم بعد ذلك نريد منكم تطبيق القواعد الصحيحة في كتابة هذه الأعداد ومعدودها في الجمل وكذلك نريد منكم تصحيح الأخطاء المتعلقة بهذه الأعداد ومعدودها في في الجمل. طيب؟ فالآن Ya, قبل أن نغوص بشكل أعمق في هذا الموضوع، هيا معاً ننظر أولاً إلى هذه الأعداد وهو العدد من أحد عشر إلى تسعة عشرة التي نسميها أيضاً بالأعداد المركبة. طيب الأعداد المركبة. ما شاء الله مشكلة. في مشكلة. طيب الأعداد المركبة. نسمي الأعداد من 11 إلى 19 أيضا بالأعداد المركبة. مركبة يا نعم. طيب وثانيا لابد أن نركز أيضا بأن الأعداد من 11 إلى 19 lahu au laha jinsun ya Aiman. Naam. Ah uh, jinsun yakni hadzal adad hunaka adadun hmm. mudzakkar. Ah adadun, mu uh, mu ah, wa hunaka aidan adadun muannas. Ah uh, wa muannas. Falan, an uh, sanaqra ma'an hadhihi al adad ah, hatta la nukhti au la naqa fil khata' ba'da hadha fi qira'ah وكتابة الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر إن شاء الله طيب no. فأنا أقرأ الأعداد أولا وبعد ذلك أنا أريد منك يا أيمن no. لقراءة هذه الأعداد وكذلك أنا أريد منكم أيها التلاميذ بالبيت أن تقرأوا هذه الأعداد طيب أولا نعم no. آه أخطأت طيب أولا عشرة أحد عشر أحد عشر طيب عندنا أحد عشر للمذكر وإحدى عشرة للمؤنث طيب ثانيا عندنا اثنى عشر فاثنى عشر للمذكر و عشرة للمؤنث طيب ثالثا ثلاثة عشرة للمذكر و13 للمؤنث. رابعا 14 للمذكر و 14 للمؤنث وثم 15 للمذكر و15 للمؤنث وقبل أن أن تقرأ يا أيمن انظر أولا إلى أحد عشر طيب, أحد عشرة. آه طيب. آه فالعدد اللي أحد عشر الجزء الأول منه مذكر مذكر آه والجزء الثاني أيضا مذكر. مذكر ولكن في ثلاثة عشرة م -م. آه ننظر بأن الجزء الأول للعدد مذكر ولكن الجزء الثاني للعدد مؤنث مؤنث آه فهذا هو الاختلاف اختلاف بين اختلاف العدد أحد عشر وثلاثة وثلاثة عشرة طيب يا أيمن فالآن أريد منك قراءة هذا العدد تفضل اه يا أيمن اثنا عشرة ممتاز وللمؤنث اثنا عشرة طيب ممتاز اه وهذا العدد خمسة عشرة خمسة خمسة عشرة 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 طيب okay. و. وللمؤنث خمسة عش... عشرة أيوة خمسة, okay. عشرة. خمسة عشرة نعم هذه هي القراءة الصحيحة mm -hmm. ممتاز يا عيمن. ممتاز يا أستاذ <applause> آه. ممكن نستريح قليلا يا أستاذة أوكي okay, طيب سوف نعود بعد قليل ابقوا معنا في هذا البرنامج DDTV تي في كي بي أم. اهلا وسهلا في برنامج دي تي في KPM. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية، واستاذة في هذه الحلقة، ما الموضوع الذي سندرسه الآن يا أستاذة؟ طيب يا أيمن، شكرا لك يا أيمن شكرا يا أستاذة طيب الآن سندرس عن العددين وهما أحد عشر و عشر. ومعدودهما بشكل صحيح من حيث القواعد إن شاء الله طيب طيب سوف ندرس أو هيا معي نقرأ هذه الجملة لكي نفهم هذه القواعد المتعلق بهذا بهذا العدد فأنا سأقرأ الجملة ففي الجملة الأولى يجتمع أحد عشر طالبا في القاعة وفي الجملة الثانية تجتمع إحدى عشرة طالبة في القاعة فنلاحظ بأن في هذه الجملة هناك العدد والمعدود ففي الجملة الأولى مثلا عندنا أحد عشر طالبا العدد والمعدود وكذلك في الجملة الثانية، عندنا العدد والمعدود في إحدى عشرة طالبات. طيب، ففي الجملة الأولى نرى بأن أحد عشرة وهو العدد في هذه الجملة، فهو يأتي في حالة مذكر، مذكر بمعنى.. lelaki. Lelaki. Nah, uh -huh. wa mabni. Arafta ma makna mabni? Ma makna mabni ya ustazah. Tayyib. Mabni yakni bi annahu la yataghayyar. Mm uh -huh. Tunggal? Ah, la la la. Aha. Uh -huh. La yataghayyar bi makna annahu daiman yuqra ahada asyara. Ah, ha? wa la naqra'uha ahadu asyara. Okey. Ah, wa aidan la naqra'aha uh, ahadi asyara. Hadza Hua mabni mazanakul bilogatil Malayuiah ya. Adit tak berubah zah. Nama. Ah. Betul uh, betul. Syahranta. Lakak kalam wahid. Masya Allah. Jazakallah. Lakak kalaman wahid dan ada jawabah. Nama. Terima kasih. 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 Ter huwa al-ma'dud ah uh, wa huwa ya'ti mudzakkaran wa mufradan wa mansuban. Mhm. Mm Tayyib. Ah uh, indaka ya Aiman an uh, hadhihi kalimah? Ah ya ustazah, limadha nad'u alif fi kalimah taliban? Ta ah uh, mm -hmm. su'al jamil jiddan ya Aiman. Mm -hmm. Ah kalimah taliban ta uh, nad'u al-alif di akhirih. وهذه أو uh, الألف هنا اسمه ألف التنوين النصبي ألف التنوين النصبي وهو الألف التي نضعها في الاسم أه؟ إذا كان الاسم منصوب وهو في حالة uh, بدون الألف واللام أو إذا كان الاسم في حالة منون بالتنوين، لذلك نقول طالبا، طالبا، هنا، هنا عندنا تنوين فتحة، أو التنوين النصبي، طيب، فهذا التنوين يجعلنا أن نضع هنا الألف مفهوم ام لا الحمد لله يا استاذه اوكي okay, طيب uh, فالان ناتي الى الجمله الثانيه فا هنا العدد 11 uh, والعدد هنا مؤنث ومبني uh, واما في المعدود طالبه فالمعدود هنا مؤنث ومفرد ومنصوب ايضا طيب الان uh, انظروا الى ال... العدد والمعدود فننظر هنا بأن العدد هنا مذكر والمعدود أيضا مذكر، وهنا العدد مؤنث طيب والمعدود أيضا أيضا مؤنث طيب والآن نأتي إلى المثال الثاني فعندنا هنا جملتين في الجملة الأولى: يتعلم اثنا عشر تلميذاً اللغة العربية، وفي الجملة الثانية: يعلم المدرّس اثنتا عشرة تلميذةً اللغة العربية. طيب، فعندنا في الجملة الأولى العدد والمعدود في اثنا عشر تلميذاً، وفي الجملة الثانية: عندنا العدد والمعدود في اثنتا عشرة تلميذة، م. كلامي مفهوم؟ آه لماذا آه اثنى في جملة الأولى منتهية بالألف ولكن آه اثنتي في جملة الثانية آه منتهية في كلمة اليا لماذا آه. يا أستاذة؟ آه هنا تقصد هنا صح؟ نعم. اوكي آه طيب آه هنا آه اثنى آه منتهية بالألف Uh, لماذا؟ لأنه هنا مرفوع آه oh. uh, مرفوع فإثنى هنا uh, uh, تقع بعد فعل uh, فهو الفاعل uh, فالفاعل حكمه مرفوع نعم no. uh, طيب ولكن uh, ولكن uh, طيب هنا إثنتي uh, طيب إثنتي uh, فهو مفعول به Ah, maf'ulun bihi fa qad da, darasna qabla hadza bi anna maf'ulun bihi hukmuhu aw halatuhu mansub. Fa huna ah huwa mansubun fa ah, mansub li anna thnatay ah, huwa aw hiya muthanna. Fal muthanna ah, lazim mansub bil ya wa marfu' bil alif. Tayyib. Ah. Alhamdulillah. Eh. <laughs> فهمت الآن؟ فهمت الـ الحمد لله، طيب، وننظر مباشرة مباشرة إلى كلمة تلميذة، تلميذة هنا المعدود. فالمأدود هنا مؤنث طيب ومفرد ومنصوب طيب، فإذا رأينا إلى المعدود تلميذه وأيضا تلميذا نرى بأنهما مفردا طيب وايضا منصوب طيب مفرد ومنصوب نعم آه. Nah. فلذلك نستخدم كلمه تلميذا ولا نستخدم كلمه تلاميذ اه ولو ان اثنا عشر جمع اليس كذلك آه. ولكن القاعده تقول باننا لا بد ان نستخدم كلمه او اسما مفردا للمعدود ال وكذلك هنا طيب آه, هكذا حالة العدد و والمعدود فمن هذه الأمثلة نستطيع آه أن نستخلص آه القاعدة أو القواعد آه العامة لاستخدام هذه آه ال ال الأعداد آه. أولا العدد لابد أن يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، لذلك في الأمثلة رأينا بأن العدد المذكر نستخدمها للمعدود المذكر والعدد المؤنث نستخدمها للمعدود المؤنث ثانيا المعدود لابد أن يكون مفردا مفردا ومنصوبا طيب فالمعدود يجب أن يكون مفرد لا مثنى ولا جمع ومنصوب يعني نستخدم الفتحة أو تنوين النصب في آخر الاسم طيب ثالثا العدد أحد عشر لا بد أن يكون مبني على فتح الجزئين وأما العدد إثنى اثنتا عشر أو اثنا عشر فهو فهو معرب طيب فهنا أنا وضعت لكم مثال حتى تفهم أكثر ولكن نعم, أظن أنكم قد فهمتم وأنت يا أيمن قد فهمت أليس كذلك؟ أنا لا أفهم يا أستاذ لا تفهم <laughs> إذن لابد أن نأتي إلى مثال <métod>. تدريبات -hmm. تدريبات أو مثال Uh, Ayu Syed saja. Uh, uh, huna <laughs> ana syarahtu lakum bi anna uh, al adad huna muzakkar fa al ma'dud aidan muzakkar. Mm -hmm. Tayyib wa amma huna uh, nanzur bi anna taliban huna ma'dud ma uh, fa huwa mufrad wa mansub. Ah uh, uh, al ahad asyara, uh, mabni كما رأينا قبل قليل mm -hmm. نقرأ وهابي أحد عشر لا أحد عشر أو أحد عشر وأما كلمة إثنى عشر فهو مؤرب فلذلك أحيانا نقرأ بإثنى عشر وأحيانا آخر نقرأها ب إثنى عشر طيب فالآن نأتي إلى أه؟ نأتي إلى التدريبات والتمرينات نعم. طيب فنأتي إلى السؤال الأول فالسؤال يقول اكتب الأعداد التي بين القوسين بالكلمات مع تغيير ما يلزم طيب ننظر إلى السؤال الأول الجملة هي تربي الأم في القوسين مم. بوحدها يا أيمن ممكن تكتب ممكن الإجابة ززا. Uh, في اللوح؟ نعم okay. على اللوحة تفضل بسم الله أحد عشر هذا صحيح يا أستاذة؟ uh -huh. oh. okay. و... okay, طيب. أحد عشر ومعدود؟ أوكي و أوكي طيب هذا صحيح يا أستاذة؟ هيا معا ننظر إلى الإجابة طيب ف Aha. هذه oh, هي satu. الاجابه نعم لاننا قبل هذا ناقشنا بان لا بد ان نضع الالف لان الكلمه منون hmm. منون منون بتنوين النصب أحد عشر ولدا وكذلك نسيت حمزة الله <laughs> أكبر ساتو لغي اوكي هدية لك لا هدية oh. <laughs> طيب نأتي إلى السؤال الثاني Ishtaraitu mm -hmm. Nah, Mhm. minal maqsaf. Okey. Okey. Ana a'raf ya ustazah. Eh di ash arata. Ha. Ah. Ma Mam. Okey. Okey. Kaifa ya ustazah? Ah, Anzur ila al-ijabah. <laughs> ما شاء الله إحدى عشرة من صحة فإجابتك صحيحة مئة في المئة فلك فلك القلم في هدية ما شاء الله جزاك الله خير طيب هذا قلم يا أستاذ أنا قلم ما شاء الله قلم جميل شكرا يا أستاذ طيب و وهذا نفس السؤال فنريد أن نأتي إلى السؤال الثاني صحيح الأخطاء لما تحته خط فيما يأتي فهناك الخطأ عليك أن تصحح هذا الخطأ أوكي. في الجملة الأولى سافر أحد عشر رجالاً إلى اليابان فأين الخطأ هنا؟ أين الخطأ؟ أظن في كلمة ألف سادة. هل هو صحيح؟ ألف أه. في كلمة أ... يعني كيف الإجابة الصحيحة هنا؟ كيف الإجابة الصحيحة؟ نكتب في الله لا لا بالقراءة بالقراءة أحد عشر رجلا أحد عشر رجلا لماذا لا نقول رجالا ونقول رجلا يا أيمان لماذا يا أستاذ؟ لماذا يا أستاذ؟ طيب لأن رجالا هنا جمع Okey, ah, jamak. Rijalan hmm. jamak. Mm. Kul naqabla qalil fil qaida bi anna al ma'dud la budda yakun uh, mufrad. Fa lidhalik mm -hmm. nughayyiruha ila, mm. okay. uh, ila rajulan. Okey. ila rajulan. Ah, uh, taib, ila al jumlah al thaniyah. Hadara sanata ashara mustahlikan ila suk. Mhm. Mm ah, fa hiya al ijabah atau at tasheeh? لما تحته خط يا أيمن. Uh, في كلمة ت uh, في اثنتا اوكي okay. uh, نضع اثنا اثنا عشر uh, مستهلكة. اثنا عشر مسته مستهلكاً. مستهلكاً. ما شاء الله الاجابة آه. صحيحة. الحمد لله. اثنا عشر مستهلكاً. نستخدم العدد al mudhakkar li anna mustahlikat mm -hmm. mudhakkar kam darajah ya ustazah laka afalaka uh, 10 darajah uh, syukran jazilan mungkin qalam <laughs> mm -hmm. aidan ya ustazah mungkin nastarih qalilan ya ustazah na'am uh, wa atulab uh, ibqou ma'ana fi hadha barnamaj didi tv kpm kita kembali selepas ini TV KPM Ahlan wa sahlan fi barnamij Didik TV KPM Aliyam sana ta'alamul madal logat arabiyah Ah Untuk segmen kali ini Ustazah Apa yang akan Ustazah kongsikan? Tafadli Syukran ya Aiman InsyaAllah saya akan menghasil Abdirasa anil adad wal ma'dud Fi ma ya ta'alaq Bil adadi Thalathata Atau thalatha hingga Ila tis'ata Atau tis'a asyarata Wa ma'dudihah معا ان شاء الله طيب فامامنا كما كان قبل قليل وضعت لكم مثال جملة هنا هو أو هي يشترك أربعة عشر طالبا في المسابقة يشترك أربعة عشر طالبا في المسابقة فهنا عندنا العدد والمعدود وهما أربعة أو أربعة عشر طالبا فأربعة عشر هنا أربعة عشر العدد وننظر بأن أو نرى بأن في عدد أربعة هو الجزء الأول للعدد فنرى بأنه مؤنث ولكن عشرة هنا الجزء الثاني للعدد أنه, أنه مذكر طيب آه. وأما المعدود هنا آه. الجزء الثاني مذكر طيب وأما المعدود هنا آه. المعدود هنا آه. أيضا نرى أنه مذكر ومفرد ومنسوب. آه. فإذا رأينا إلى الجزء الأول أو إلى إلى الجزء الثاني الجزء إلى الجزء الأول للعدد نرى أنه, أنه مؤنث ولكن إذا رأينا إلى المعدود نرى أنه أنه مذكر mm -hmm. فيا أيمن هنا مذكر وهنا مؤنس. هنا مؤنث فماذا يحدث هنا؟ ماذا يحدث هنا يا هناك الاختلاف اختلاف اختلاف mm -hmm. مؤنث ومذكر نعم هكذا صح؟ ولكن هنا عشرة فهو مذكر، فعشرة ومعدود هنا فهو أو فهما متساويان، متساويان هنا مختلف هنا الجزء الأول مختلف عن المعدود من حيث الجنس، وأما الجزء الثاني مطابق مع المعدود من حيث من حيث الجنس، <البق> طيب. الأن نأتي إلى المثال الثاني، عندنا هنا جملة تدرب المدربة سبعة عشرة لاعبة في الملعب، فالعدد والمعدود هنا سبعة عشرة لاعبة، طيب فعدد سبعة هنا وهو الجزء الأول مذكر مذكر نعم واما عشرة هنا مؤنث مؤنث لماذا؟ لأن العدد المعدود هنا م مؤنث طيب فالمعدود المؤنث لابد أن يأتي مع العدد ال المذكر طيب فمن هذه الأمثلة نستطيع أن نستخلص أو أن نستنبط بأن القاعدة العامة للأعداد من 13 إلى 19 ومعدودها كما رأينا هنا أولا العدد لا بد أن يخالف المعدود في التذكير والتأنيث طيب آه. ثانيا المعدود لا بد أن يكون منفصل مفردا وكذلك منصوبا كما كان قد راينا في العدد 11 mm -hmm. و12 نفس الشيء ah. طيب وثالثا العدد كلها الاعداد كلها من 13 الى 19 كلها مبني يعني نقرا ب بالفتح من كل الجزأين طيب والان نفصل قليلا طيب القاعده الاولى الجزء الاول للعدد يخالف المعدود كما كان في المثال راينا او نرى هنا اربعه الجزء الاول, الأول للعدد فهو مؤنث والمعدود هنا مذكر فنرى هنا الاختلاف او ان العدد يخالف المعدود إذا كان المعدود مذكر فالجزء الأول للعدد لابد أن يكون مؤنث طيب ولكن إذا كان المعدود مؤنث فالجزء الأول للعدد لابد أن يكون مذكر هكذا mm -hmm. طيب ثانيا المعدود لابد أن يكون مفردا ومنصوبا طيب فنرى هنا كلمة طالبا طيب فهو مذكر فهو مفرد ومنسوب مفرد ومنسوب لأن المعدود لابد أن يكون مفردا ومنصوبا طيب ثم ثالثا نرى بأن هذه الأعداد مبنية فلذلك نقرأها ب أربعة عشر هنا طيب فأربعة وعشر كلاهما نقرأها بالفتح آه لأن آه لأن كلا الجزئين للعدد يبنيان على الفتح نعم أو يقرأ بالفتح فهذه هي القاعدة الأمة طيب أو القواعد العامة للأعداد والمعدود ما بين ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة طيب والآن نأتي إلى م -م. إلى إلى كسم التدريب أو كسم التدريب آه. 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 هذا آه. نعم. ما أحبه تفضلي يا أستاذة <applause> طيب نأتي إلى إلى السؤال المعدة هنا طيب السؤال يقول املأ الفراغ الآتي بالإجابة الصحيحة مستعينا بالرقم بين القوسين. فعندنا هنا رقم. طيب يا إيمان. Mm -hmm. أريد منك أن تكتب أو تختار الرقم هنا نستخدم الرقم أو العدد في حالته المذكر أو المؤنث. لكي يناسب المعدود، فهنا عندنا معدود معدود طيب، ففي الجملة الأولى: ترتّب البنت. أوكي. طيب، ترى كتابًا على الرف. أوكي. طيب، فما إجابتك؟ الإجاب هذا يا أستاذة. طيب، ثلاثة 13. اطوي الإجابة الخاطئة. tutup jawapan ni. Ah, Baik. Wa. Jawab sahih ya ustazah. Tayyib. Nanzur ila al-ijabah. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah, anta mumtaz hari ini. Anta mumtaz walaysa mumtaz. Falakal qalam. Tayyib. Ah, masya-Allah. Fi hadaya. Fi al-jumlah. Fi al-jumlah ath-thaniyah. Jumlah ath-thaniyah. Tashtariku faragh muhandisatan fil warshah. اوه اممم اوكي اظن هذا اجابه يا استاذه طيب أه. إتوي الاجابه الخاطئه اوكي اها طيب فننظر الى الاجابه المعده اه ممتاز الحمد لله الماد. ممتاز تشترك ثمانيه عشره مهندسه في في الورشه طيب أوكي. ناتي الى السؤال الثالث في المدينة فراغ مستشفى. اه ah, اوكي. Okay. Ah, عرفت ما معنى uh, مستشفى؟ مستشفى uh, كيف نعرف مذكر أو مؤنث لأنه oh. في حرفيا. اه ah, mm -hmm. طيب مستشفى بمعنى هوسبيتال. هوسبيتال. فهذه الكلمة إذا رأينا uh, أنه uh, هذه الكلمة فيها uh, الألف المقصورة oh الألف المقصورة. المقصورة طيب الياء له هكذا ياء ولكن هنا ألف مقصورة oh فدائما الكلمة التي فيها الألف المقصورة سيكون مؤنث 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 ولكن مستشفى هنا لا oh. أنه مذكر أوكي okay. أنه كلمة مذكر فما هو الإجابة المناسبة هذا الإجابة يا أستاذة أوكي okay, طيب أوكي okay. كيف يا أستاذة؟ الإجابة الصحيح mm -hmm. أو لا؟ mm -hmm. طيب ننظر <applause> إلى الإجابة <applause> الله ستة عشر <applause> <سلام. تصفيق> <applause> okay. لماذا أخطأت هنا؟ مم. لأن أظن أ... أظن مذكر يا أستاذة آه طيب آه. أنا قلت قبل قليل بأن mm -hmm. مستشفى oh. هو مذكر ولو أن في أغلب الأحيان أن الكلمة بألف المقصورة تعني أنه أو أنها مؤنث ولكن هنا مستشفى أنا رجعت إلى أو رأيت في المعجم أنه مذكر فلابد أن يكون العدد هنا ستة عشرة وليس 16 فصحيح أه أوكي صحيح الأقوال لا <سؤال> <س> Jadi jawapannya sitata asyara. Okey, baik. Wa amma al jumlah al akhirah. Tayyib. Yu'addu ar-rajulu farag asan lil musnin. Musnin. Okey. Ah, faham. Ijabah. Hmm, okey. Ada ijabah ya Ustazah? Sahih amla ya Ustazah? Okey. Nanzur ma'an. الحمد لله الإجابة صحيحة أربعة عشرة أصل فننظر بأن أصل هنا أيضا فيه فيها الألف طيب وأصل هنا مؤنث وأصل بمعنى أصل ما أستاذة تونكات أو تونكات أصل بمعنى تونكات أوكي طيب فأنت ممتاز يا إيمان الحمد إجابتك لله. إجابتك <applause> يعني الأغلبية من الإجابة صحيحة فلك قلم. في قلم أيضا، <applause> شكرا جزيلا يا أستاذ <applause> طيب، <applause> والآن نأتي إلى السؤال الأخير أو التدريب الأخير، صحح الأخطاء في الجمل الآتية، طيب، الجملة تقول اتجه. khamsata ashara muslimina ilal masjid. Aa, fa aynal khata' fi hadhil jumlah ya Aiman. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ana la afham ya Ustazah. Mm -hmm. Tayyib. La buddha anna bahath anil khata' al mawjudah huna. Fa awalan... Oh. Nanzur ila al-adad wal-ma'dud. Adad wal-ma'dud. Wal ah, wal so, uh, al-ma'dud, al, al ma'dud indana muslimin mhm mm hal sahih Naam. al ma'dud fi halatil jama' al lazim muslima ya ustazah mus lima muslima musliman am musliman oh. nah lazir oh. anaktub musliman <laughs> okay. li anna al ma'dud la budda an Mufradat. Oh, mufradat. Nam ya, sazah. Nam. Wafil jumlah tisannya. Ada tu ya uh, sabah ashara mutawiyatan al mangkubin. Bayat. Fa enda nahuna al ada dua makdud sabah ashara mutawiyatan. Fa inal khutbah nah. Ada muannas ya, sazah. Muannas. Lazim tu lapan belas. Masya Allah. Aha. Alhamdulillah. Sabata asaba'a asyara. Sabata asyara. Yabdu annaka fahimta al-mawdu'a. Alhamdulillah. Ah, ya ha, okay. Tayyip. Naam ya Ustazah. Uh, mungkin nastarih qalilan ya Ustazah. Naam. Uh, wa kullu uh, musyahidun mungkin nastarih qalilan. Ibqu ma'ana fi hadha barnamish. Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Alhamdulillah, ahlan wa sahlan fi bernamis Didik TV KPM Okey, untuk segmen kali ini Ustazah Apa yang akan Ustazah kongsikan? Tafadzali ya Ustazah Tayyip, saya nuwasil mm -hmm. fi at-tadriban Fahaya okay. nuhawil ma'an Okey Okey, Tayyip, fa'ayman uh, Uridu minka ikhtiar mm al-raqam fi as-salah Okey, bismillahirrahmanirrahim Hmm... Naam ya Ustazah. رقم أحد عشرة. طيب أحد عشرة فهيا معنا ننظر ما أوكي. هو السؤال آه هذا هو السؤال السؤال تقول صحح الأخطاء في الجمل الآتية آه فالجملة آه هنا آه قوله تعالى إني رأيت أحد عشرة آه كواكبا إني رأيت أحد عشر كواكبا نعم طيب فما هي الخطأ هنا؟ خطأ في تمربطة وحرف ألف في كواكبا تمر هنا هنا وأيضا وأيضا الألف في كواكبا طيب ننظر إلى الإجابة أحد عشر kaukaban. Kau, kaukaban. Lima na. ba laisa kawakiban. Uh, Ali al anak uh, al-ma'dud la budda mufradan. Mufradan. Ah, Naam ya, wa kawakiban. Jama. Jama. Falidhalik oh. la budda an nastakhdim kaukaban. Naam ya Ustazah. Ah, ahada asyara kaukaban. Kau, Tayyib. Udrub kawi ah. ya Ustazah. Tayyib. Malatan ah, oh, Okey. آه ونأتي إلى الاختيار الثاني للآن. تين أوه أوكي. رقم اثنا عشرة يا طيب. آه، فالسؤال يقول املأ الفراغ الآتي بالإجابة الصحيحة مستعينا بالرقم بين القوسين قال الله تعالى فانفجرت منه فراغ عيناً فما هي الإجابة هنا يا أيمن؟ آه، نعم يا إث إث نتا أشرطة إث نتا أشرطة آه. طيب آه. ننظر إلى الإجابة ما شاء الله إجابتك الحمد لله صحيحة، اثنتا عشرة عينا آه آه. عينا عينا كيف؟ فعينا هنا مؤنث مؤنث آه مؤنث، لذلك نستخدم آه عدد مؤنث اثنتا عشرة نعم, نعم. ممتاز يا أيمن شكرا القلم الحمد لله قلم أيضا <applause> طيب نأتي إلى آه ونختار آه سؤال, آه سؤال سؤال آخر, آخر. آه بسم الله الرحمن الرحيم مم. نعم ها رقم آه تسعة آه تسعة عشر. عشرة آه فالسؤال يقول مم. اقرأ الجملة قراءة صحيحة صحيحة فاقرأ نعم. الجملة يا أيمن بسم الله أوكي هذا جملة نعم آه ينفق اثناء تسعة عشر غنياً أموالهم على الفقراء في رمضان. نعم، آه آه فننظر هنا القراءة الصحيحة. ينفقوا، آه ينفقوا، أنفقوا، أنفقوا، ينفقوا اه, آه ينفقوا <applause> ينفقوا تسعه عشر غنياً أموالهم آه على الفقراء في في رمضان. آه آه طيب. نعم، خلاص يا أستاذة. آه، خلاص. آه قبل أن ننتهي. هل عندك أي نصيحة في هذا البرنامج يا أستاذة؟ طيب أو الخلاصة ففي الخلاصة قبل هذا أنك واجهت الصعوبة في إجابة هذا السؤال نعم. الآن عرفت ما هي الإجابة الصحيحة؟ أظن الإجابة ألف يا أستاذة خمسة عشر رنجيتاً. نعم الإجابة الصحيحة هي خمسة عشر رنجيتا hmm. نعم <laughs> لأن رنجيتا هنا مؤنث mm -hmm. لا مذكر رنجيتا هنا مذكر فالعدد لابد أن يكون مؤنث أوكي okay. طيب فإذا عرفنا القواعد الصحيحة لكتابة العدد والمعدود mm -hmm. فمن السهل أن نكتب Al-Aqdad wal-Ma'dud. Al-Aqdad wal-Ma'dud. Al-Aqdad wal-Ma'dud. Hada ya sahih, ya, Ustazah. Ya, uh, 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 Sebelum kita uh, menamatkan uh, pembelajaran kita, Ustazah, bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini, Ustazah? Masya Allah. <laughs> Anta, ya Aiman, uh, talib mujtahid. ya. Yeah, Alhamdulillah. Uh, wa mutahamis. Uh -huh. Wa mumtaz. Kam nujum? Uh, nujum. Uh, A'tilaka. <laughs> uh, kam kolam? Uh, Ada sita. Sita, itu Sita min asyarah. Alhamdulillah ya, Ustazah. Sita mm -hmm. min asyarah. Baiklah, Ustazah. Nah. Kepada murid-murid kita di rumah sana yang nak kan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini di mana kamu murid, murid kita boleh dapatkan, Husazah? Baik. Mm -hmm. uh, fa, jika uh, anda m تريدuna untuk membahaskan tentang almarjah dan fil dalam bahasa Arab, fa ila portal mm -hmm. sumberku. فهناك أوه. كثير من المراجع وكذلك التدريبات oh. في اللغة العربية المؤدة هنا Okey, syukran jazilan ya Ustazah. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana memberikan kita banyak tips dan pelajaran. Yang paling best sekali saya dapat pen tau. dan terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Ila liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.